جهود كبيرة لخلية الأزمة المشكلة لإدارة ملفات محافظة ذي قار تثمر بعد تعاون أبناء المحافظة عن افتتاح ساحة الحبوب رسميا ورفع جميع خيام الاعتصام وعودة حركة المركبات الطبيعية خلال اليومين المقبلين في هذا المكان الحيوي، كما أن الحكومة عازمة عن تشكيل فريق وزاري لإدارة ملفات الخدمات في المحافظة من موقع أدنى لتلبية ما تبقى من مطالب المحتجين. شكرا ذي قار، شكرا لأبناء هذه المحافظة الطيبة، شكرا لكل من ساهم وساعد واتخذ قرار برفع الخيم وفض الاعتصام احتراما لدماء الشهداء، محبة بالأهالي، محبة بأصحاب المحلات التجارية، رأفة بالمواطنين وهذه المنطقة المهمة والحساسة. ننقل لكم تحيات دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي، وبالتأكيد القوات الأمنية هنا من أجل حماية كل أبناء محافظة ذي قار. اليوم كل أخواننا اللي كانوا موجودين بالساحة احنا لهم كل الاعتزاز والاحترام والإجلال، انه ساهموا في من أجل فتح هذه الساحة أمام الناس، أمام شعبهم، أمام المحلات، حتى ترجع الحياة في هذه الساحة. هم مشكورين طبعا جدا على هذا الجهد اللي بذلوه وعلى هذه المبادرة الجيدة اللي من قبلهم. تفهم أبناء ذي قار وعشائرها لضرورة التواصل مع الأجهزة الأمنية لفتح ساحة الحبوب يأتي في إطار تقديم المصلحة العامة وتغليب لغة الحكمة والمنطق استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة ودرء الفتن. نشكر عوائل شهداء ذي قار والجرحى والمتظاهرين برفع الخيم وفك الاعتصام وفتح مدينة الناصرية ساحة الحبوب مركز المدينة. الأخوة أصحاب البسطات في حدود الساحة حقيقة أنه من الآن إلى أن يتم ترتيب لهم سوق خاص بهم إن شاء الله، وهذا كان السوق راح يصير بالتعاون مع وزارة العمل. ما حد راح يتعرض لهم، ما حد راح يجلسهم، بس كذلك هم جزاهم الله ألف خير تعاونوا ويانا على مود يفتحون الشارع. من ساحة الحبوب وسط الناصرية، علي حسن، العراقية الإخبارية.